وحول هذا الموضوع أكد سعادة السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في مداخلة هاتفية خلال نشرة سابقة أن نتائج صندوق النقد الدولي هي نتاج للسياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أحب أن أبين أن النتائج اللي عرضها تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، هذه النتائج تعكس تقدير المؤسسات الدولية للتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل. هذا جاء في اعتقادي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة المالية 2023، وأنا أعتقد أن هذه النتائج هي محل فخر ومحل اعتزاز من الجميع، وهي أيضا طبعا تدعو لمزيد من الدعم والمساندة للسياسة الاقتصادية اللي تتبناها الحكومة بقيادة سيدي حبيب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه.